تصويب ورمايه ورمايه اطباق ومسدسات، ترى هذه كلها مو ادوات حرب، هذه ادوات رياضه، ورياضه مهمه جدا للبنات وللشباب. ايش رايكم نجربها ونلعبها مع بعض؟ تعالوا معي. تحية ود واعتزاز وتقدير مني ومن جمهورك للبطل العالمي الكويتي فهد الديحاني. وتحية مني لكم نفس المستوى. بالبداية، شو اللي استهواك في الرماية أو رياضة الرماية؟ طبعاً المعروف عن رياضة الرماية إن هي للاستقراطيين وإن هي للنبلاء، فهل هذا الشيء يمكن من الأشياء اللي شدك لهذه الرياضة؟ في الحقيقة يعني أبناء الجزيرة العربية والكويت يعني طول عمرهم هم يعني متميزين في الرماية. صحيح. فالرماية يعني لو ضربنا مثل حتى على مستوى الطفل، لو عطيته كرة وعطيته مسدس أو بندقية راح يأخذ بندقية بالفطرة. فهي الرماية لعبة جميلة جدا، خاصة رمايات الشوزن الشاتجن فيها أكشن، يعني فيها للأمانة هي لعبة جميلة زين ومكلفة جداً. خصوصا ان البندقيه يمكن سعرها عالي. نعم، خصوصا يعني اذا كانت صح يعني فيها مواصفات زياده يكون سعرها اعلى واعلى. طبعا طبعا. انزين، هل تعتقد ان هذه الرياضه رياضه عنيفه، تعتبر من الرياضات العنيفه؟ لا ابدا، هي رياضه يعني انا خلال فتره رمايتي ابدا ما صادفت ولا مشكله في يعني خاصه على مستوى الإصابات، أبداً ما في إصابات. يعني إحنا متعودين نسمع أن في كرة القدم دائماً عندهم تمزق وريلا انكسرت وإصابات، فهل عندكم أنتم ممكن تحدث هذه الإصابات؟ لا ما في، إحنا الله يكفينا الشر، الإصابة يعني ممكن تكون قاتلة، ولكن يعني هما رماة المنتخب في كل مكان في العالم ما يدخلون المنتخب إلا لما يجتازون حصص الأمان، فيوصل إلى مستوى أنه خلاص يعرف يتعامل مع البندقية ومع الخرطوش. وممكن يكون عندك تمزق مثلا في الكتف ولا ما ممكن هذه الأشياء ممكن ما تحدث؟ لا طبعا ممكن تحدث، ولكن مو من الرماية، لكن إذا حدثت راح توقفك عن الرماية. توقفك عن الرماية. إيش كثر محتاجة رياضة الرماية التركيز منك كلاعب رماية، خصوصا لما يكون مثلا الطقس مو مضبوط أو يكون حواليك إزعاج أو عندك حالة قلق أن أنت تبي تحصل على مراكز، فإيش كثر محتاج أنت التركيز وشون تقدر تسيطر على أن تكون عندك هذا التركيز؟ بالرماية بالذات يعني اللي ما يقدر يركز ما راح يقدر ينافس، يعني هي التركيز جزء من العوامل اللي تخلي الرامي يفوز، يعني غير التركيز في الكومبينتنج المنافسة، ولكن يعني لما تكون الأجواء شوية صعبة وفيها هواء وفيها صحيح هني يعني يقل عدد المنافسين ومو كل واحد ممكن يسيطر على. لا أنا سمعت بعد أن أنت تستانس لما يكون الأجواء كلها هواء والطقس مو مناسب. الحقيقة يعني ليش؟ أستانس لأن يقل عدد المنافسين، لأن يعني في بعض البطولات لما يكون الميدان سهل والجو بيرفكت يزيد عدد المنافسين، فيدخلون على أبطال العالم ناس يعني هما قريبين من مستواهم، ولكن في الأجواء الصعبة لأبطال العالم هم اللي يبقون أبطال العالم. إيه أنا أحس أن الأجواء الصعبة لأبطال العالم بالضبط. الحقيقية يعني بالضبط. اللي ممكن يتحدى هذه الأجواء، يعني مو بس بالطقس المناسب وهو يقدر يرمي. بالضبط. زين، ودي يعني أسترجع معك مواقف ممكن تكون حصلت ظريفة في سفراتك وجولاتك، أكيد حصلت لك مواقف، قل لي موقف مثلا. إيه في الحقيقة يعني في بعض الشباب اللي دخلوا معنا المنتخب وكنت انا سابقهم في الرمايه، فقاعد يكلموني فهيد شلون على التركيز وشلون على الاعصاب وهذا، قلت له يعني انا في بداياتي لما كنت شاركت في اول اولمبياد لما طلعت من محطه 5 لمحطه 1 قلت بنفسي رجلي اليسار اللي تبدا ولا اليمين لما امشي، فكنت حتى بالمشيه اشوف اني انا غلط. كنت وايد حريص، كله في الربكه وفي يعني في الضغط النفسي. فقال لي هذا لا ما اعتقد انه يصير كذي، قلت بلى راح يصير. المهم انه واحد منهم يعني اول مشاركه له الله يذكره بالخير ما راح اقول اسمه، طلعت الاطباق وانا قاعد اطالع فيه ما رماهم، يطالع فيهم يطالعهم ويطالع يسار. فلما طلع قلت له فلان شو اللي صار معك؟ قال والله يا فهيد ان انا رميتهم بعيوني، قلت تف تف رماهم كلهم. يقول رميتهم لا وحشتهم بعد. قلت يخرب بيت التركيز اللي تعرفه. عموما واحد ثاني يعني من الناس اللي قاعد يضحك على صاحبه،
وهم اثنينهم اول مشاركه لهم. فقلت ايش فيك انت؟ قال شوف فلان مو قادر يحوش مرتبك. قلت يلا خلينا نشوفك انت بعده لما تطلع. طلع لما طلع هو اول واحد يبدا في المحطه. اشوف طول طاحت من الطلقات طاحت بعدين راح للحكم يساله ما ادري ايش يقول له. رد مره ثانيه يساله مره ثانيه الحكم ما ادري ايش السالفه. المهم خسبق الجوله وخسبق نفسه طلع. قلت له فلان ايش صار معك؟ قال والله يا فهد بندقيتي صارت ام ست طلقات. هذه بندقيه فيها طلقتين. فقال بندقيتي صارت ام ست طلقات احط الطلقتين وطاحوا وطاحوا. يقول اخر طلقتين بدخلهم يقول احس ان الفتحه مو كبر الطلقه، تقول الطلقه اكبر منها. يقول يلا دخلت معاي. يقول لما طلبت الاطباق يقول بطلع الصوت ما طلع. قول مو بيطلع. سبحان الله. فهي فعلا بعدها تعلموا شلون كان في يعني ضغط نفسي وعصب. هالكثر الضغط النفسي شتت له انتباه لدرجه انه ما قدر يشوف اماكن وضع الطلقات والصوت كله انقطع عنده. طبعاً وهم طبعاً يعتقدون ان الموضوع جدا بسيط، يعني ممكن واحد يطالع بالتلفزيون مثلا الرمي يقول سهله انا بعد ممكن اقدر ارمي. والله انها يعني من اصعب اللعبات وتحتاج الى اجزاء من الثانيه. احنا ممكن نطلق طلقتين في 0.4 من الثانيه، طلقتين مو طلقه واحده واصابتين. ف 0.4 يعني وهذا صعبه جدا. هذا يمكن تحتاج الى تركيز عالي. هذا اللي يمكن يجرني على سؤال ان ايش كثر قاعد تاخذ في الجولات التدريبيه اليوميه؟ ايش كثر قاعد تاخذ تدريب وقت منك؟ انا اتدرب خمس ساعات. خمس ساعات من يومك. خمس ساعات في الميدان وارمي لعبتين تراب ودبل تراب. ما شاء الله. وفوق هذا يعني يوميا من ساعتين الى ثلاث ساعات رياضه. فهذه ثمان ساعات راحت من يعني من يومي. يعني تقريبا نقدر نقول ان يومك كله حق الرياضه. اي نعم يومي راح يعني هذه الثمان ساعات راحت الباقي حق بيتي وحق اهلي. يعني كل هذا عشان تحافظ على مستواك البطولي. انا يعني اذا بنافس ابطال عالم وبصير في نفس المستوى. صحيح. وانا الحين تقريبا عندي 120 ميداليه دوليه. وكنت صاحب الرقم العالمي ومصنف رقم واحد والبطل الاولمبي بطل كله مو من فراغ لان في تدريب وفي في صعوبه عشان اوصل الى هالمستوى لازم اكون في يعني في مستوى الابطال او في يعني في هالمستوى من التدريب وأنت عشان اوصل مستوى الابطال. وانت فعلا في مستوى الابطال وفعلا رفعت راسك من دوقك من دوقك. انا ودي اسال قبل لا اختم يعني المراه ولعبة الرماية هل تعتقد ان هي صعبة يعني صعبة على المرأة ان هي تبذل هذا المجهود وهذا الرمي؟ لا ابدا ما فيها صعوبة. وانا قاعد اشوف يعني ان اغلب دول الخليج مشاركين في النساء وفي بعد الاولمبياد القادم حيكون في الفرق ميكس بين الرجال والنساء. يعني كل دولة حيشارك فيها ثلاث فرق وكل فريق رامي ورامية. جميل. راح يكون فريق رقم واحد رامي ورامية، فريق رقم اثنين نفس الشيء رامي ورامية، فريق رقم ثلاثة. فيبارون فرق أخرى من دول العالم. جميل. وراح يكون في احنا قبل بس نشارك فيه على المستوى الفردي. ايه. ومستوى الفرق نشارك فيه بس بطولات العالم وبطولات القارية. الأولمبياد ما فيها فرق. ايه. فمن بعد الأولمبياد حيكون فيها فرق في جميع المستويات. شيء جميل. فهذا يعني الحين ممكن يفتح مجال إلى تصدير أكثر يعني ميداليات لدولة الكويت إن شاء الله. قبل الختام أنا سمعت خبر يقول أنك راح تنشئ أكاديمية للرماية. الحقيقة إن شاء الله أنا فتحتها في الهند وفتحتها في المغرب في مدينة تطوان. إن شاء الله. وبالكويت إن شاء الله ناطر موافقة حضرة صاحب السمو أمير البلاد إن شاء الله بإذن الله أني أفتحها لأن أبناء وطني يستحقون يستاهلون الأفضل. صحيح يستاهلون. فراح تكون أكاديمية على مستوى أكاديمي وفيها شهادة وفيها حيكون فيها يعني تدريب على النظريات وفي مستوى يعني ما حد وصل. وأنا متأكدة أن راح تكون أكاديمية ممتازة. وأنا ودي بما أن بلشنا نتكلم عن أكاديمية والتعليم تعلمني شلون الطلق والتارجت وشلون الرماية كلها. السلام باركة. يلا تفضل.